اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل يوم سبت بيكون معانا ديف بنتعلم سر من اسرار مهنته. حلقتنا النهارده هتختلف عن كل الحلقات اللي احنا عملناها، لان معظم الحلقات اللي احنا عملناها كانت بتتكلم عن التشطيب والديكور. لا، فقراتنا النهارده مختلفه وان شاء الله نقدر نفيد المشاهدين ونقدم المعلومه صح. الفقره الاولى النهارده هنتكلم فيها عن افلام حمايه السيارات. من فتره كبيره لقينا ان الموضوع ده بدا ينتشر ما بين مراكز صيانه، ان ازاي احمي العربيه بتاعتي، وخصوصا العربيه ممكن تكون المبلغ اللي انا جايبه ده شقه عمري وحطيته في العربيه، وكمان ناس كتيره جدا بتحب العربيات بتاعتها بتكون شكلها ومظهرها كويس. فبدا حاجه تظهر دلوقتي في السوق المصري اللي هي افلام حمايه السيارات، ازاي اللي انا احط حاجه احمي بيها العربيه بتاعتي من الخدش ومن اي تجريح. طبعا الموضوع دوت مش صغير، اللي انا اروح عند اي مركز او اي حد واقول له لو سمحت انا عايزاك تحط لي فيلم حمايه سيارات. لا طبعا، المراكز كتيره وبدات تنتشر في الموضوع دوت، وخصوصا ان بدانا برضو نعرف ان الموضوع ده دخل في غش في الخامات وفي الماتيريال، وناس كتيره برضو دخلت في المجال مش عارفه اي حاجه وبتروح تبوظ الدنيا وبنمشي. عشان نجيب حد هنا كويس يقدر ان هو يفهمنا يعني ايه افلام حمايه السيارات، يعني ايه العربيه ادخل في المكان المناسب بحيث ان انا ما اضيعش فلوس على الفاضي، هو ده موضوعنا النهارده. معانا ومعاكم النهارده باشمهندس محمد زياد احمد وباشمهندس عمر عادل راشد، اصحاب شركه نيكست ليفل لحمايه السيارات. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتونا النهارده. في البدايه تعرفنا بحضرتك. عمر عادل راشد، فن تركيب افلام حمايه. تمام. بقالك في المجال بقالك كام سنه؟ بقالي 5 سنين. اهلا وسهلا، فعرفنا حضرتك اكتر. معكم محمد زياد احمد، صاحب شركه نيكست ليفل وعمر. طبعا فني تركيب نانو سيراميك، تلميع، ديتيلينج. انا في بدايه المقدمه بتاعتي كنت بقول ان الموضوع مش سهل ان انا اروح اي مركز او اي شركه واطلب منهم ان هم يحطوا لي افلام حمايه سيارات وخلاص، لان احنا لما جينا عملنا سيرش كده بسيط عن يعني ايه افلام حمايه سيارات، لقينا ان مواد كتيره وخامات كتيره بتستعمل، وساعات ان في حاجه بنحطها كده على السياره بتتفتت مع عوامل الشمس والتغيرات بيبوظ اصلا الدهان بتاعت السيارات. فالموضوع مش حاجات الزقها لك وخلاص، لا ده الموضوع كبير. في البدايه تعرفني اصلا بشكل حضرتك في المركز ايه؟ فن تركيب افلام حمايه. طيب كلمنا بقى عن افلام الحمايه، ايه هي؟ افلام الحمايه دي بتحمي العربيات من نقر الطريق، نقر الطريق، فضلات الطيور، اللهم صل، نقر الطريق وفضلات الطيور. يعني زي السكرينه بمعنى اصح بتاعت الشاشه، زي سكرينه الشاشه ان هي بتحمي العربيه، الحكه في عربيه العربيه نحميها. تمام. طيب باشمهندس، كنت عايزه تعرفنا ايه الخدمات اللي بتقدمها للعميل في المركز؟ الخدمات عندنا اللي هو البي بي اف، البروتكشن فيلم، وفي تقنيه النانو سيراميك، وفي العزل الحراري. تمام. للازاز، وفي التلميع الخارجي، وفي الديتيلنج الداخلي، وفي عندنا برضو الرابنج. طب يعني برضو فهمنا كل حاجه حضرتك بتقولها. ما فيش اي مشكله. في اللي هو البي بي اف، الفيلم الحمايه اللي هو بيحمي، اللي بيركب زي المشمع، زي الاستيكر، بيركب على العربيه بالكامل. بيركب عليها. تمام. بيتم التركيب على العربيه، طبعا قبل ما يتم التركيب على العربيه بيتم اول حاجه تجهيز العربيه. بيتم التجهيز بالاول حاجه، بيتم غسيل العربيه، بعد كده في حاجه اسمها كلي صلصال، بياخد على ورنيش العربيه، بيشيل اي حاجه لازقه على البويه من التوكيل. تمام. ده كله بيتشال طبعا، بعدين بيتم بعدها الغسيل، وبعد كده بيتم التلميع، وبعد كده بيتم طبعا فك الجرايد، فك الاوكر، فك الفوانيس، عشان ده كله بيبيت لغايه جوه، مفيش حاجه باينه ولا في طرف باين مع الغسيل. طبعا مع الغسيل المسدس بالطرف بيطلع زي الهواء، فده لازم يتقفل لغايه جوه، مفيش اي طرف باين عشان ما يعملش زي مثلا بقعه ميه او اي حاجه. بالزبط. تمام. وبيتم بعد كده تركيب الفيلم بالميه والجونسون، وبيركب عليها. ده من وجهه نظرك افلام حمايه السيارات ديت انتشرت جدا في مصر وكان ليها صدى، ولا عند فئه معينه من الاشخاص؟ والله كان كله بيركب، بس هي في الخدمه اللي تاخده الخامه الكويسه، الكواليتي الكويس اللي بيكون الخامه، عشان في خامات اللي هي المضروبه في السوق اسمها البي في سي. البي في سي دي في تقعد من 6 شهور لسنه بتبوظ دهان العربيه. في الخامات اللي حاجه اسمها تي بي اتش وتي بي يو. تمام.
الخامات ديت بتختلف من انواع واشكال، وللاسف العميل ما بيبقاش عارف ان دي الخامه الكويسه اللي هتركب له ولا اي حاجه. طيب قول لي انتوا ايه اللي بتضمنوه للعميل علشان ياخد جوده ومصداقيه كويسه؟ بنضمن له الخامه، في سيريال نمبر على الخامه، خامه عندي خامه امريكي وخامه فرنسي، تمام؟ في الخامتين عندي منها تي بي اتش وتي بي يو. تي بي اتش طبقة نانو سيراميك وسيلف هيلينج، تمام تمام. التي بي يو اعلى منها، فيها هيدروفوبيك عالي وفيها المرونه بتاع الخامه اعلى من التي بي اتش، والضمان بتاع التي بي يو بيبقى من 10 من 7 سنين ل 10 سنين. 10 سنين مركب اللي هي فيلم الحمايه ده، ما بيجرالوش اي حاجه، ما بيجرالوش اي حاجه، وفي ضمان كل 6 شهور، في مراجعه كل 6 شهور فتره الضمان. يعني كل 6 شهور العربيه بتيجي عندكم وبتشيكوا عليها لو في اي ديفو ولا اي حاجه بتعالجوه. طيب ده حلو كتير قوي ان انت تعمل حاجه وليها بقى لها ضمان عندكم. طيب هي الشركه بقى لها قد ايه موجوده؟ نيكست ليفل. نيكست ليفل بقى لها 3 سنين. ثلاث سنين. قدرتوا تحققوا المصداقيه الكامله ما بينكم وبين العميل؟ والله الحمد لله احنا يعني ما فيش اي حد رجع، اللي بيجي وبيعمل الصيانه وفيها اي حاجه ما فيش اي حد، الحمد لله ما فيش اي شكوى جت ولا اي حاجه، كله بيشكر في الحاجه. واحنا بنراجع برضو كل 6 شهور بنراجع مع العملاء الخدمه عامله ازاي مع حضرتك. تمام. من الحاجات اللي احنا عرفناها ان انتوا تم اختياركم كافضل شركة في جروبات ملاك العربيات. ثلاث سنين واختاركم كافضل شركة. ده نابع من ايه بقى؟ ده نابع من المصداقية والخدمة اللي بياخدها. من المصداقية والخدمة اللي بياخدها والمتابعة والتركيب نفسه والحاجة اللي بياخدها، انها مش والله مضروبة ولا بيسمع هنا او هنا. في الناس اللي بتدي نفس السعر اللي عندنا بنفس الخدمة اللي عندنا نفس الكواليتي، لا مختلف. يعني انتوا بتتميزوا بالمصداقية وبتميزوا ان انتوا عندكم خدمات احسن من مثلا، مش هنقول من اي حد يعني، بس كافضل خامات كويسه. الفنيين اللي بيركبوا برضه من الفنيين. انتوا عندكم ناس بتركب ال ناس بتركب. احنا يعني بنركب، وفي ناس احنا يعني وناس اللي هو التجهيز. في ناس بتجهز وتركب واحنا بنركب معاهم ونجهز. طيب تمام. احنا دلوقتي معانا مداخله تليفونيه، نقول الو استاذ جمال. اهلا مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا النهارده. الله يخليك. النهارده معانا طبعا شباب مصري قدر ان هو يعمل كيان لنفسه وثبت نفسه من فتره في مجال حمايه السيارات. معانا النهارده نيكست ليفل، اكيد سمعت عن الاسم ده. وانا الحقيقه عميل عندهم، ركبوا لي حمايه على سيارتي، وبعدين من فتره انا رحت رجعت لهم تاني، رجعوا على التركيبات، ولو واي حاجه محتاجاها العربيه بتتظبط وتصلح. الحقيقه عندهم مصداقيه في التعامل وعندهم خدمه ممتازه. تمام. الحقيقه انا جايب عربيه زيرو، والحقيقه انا مركب فيها من عندهم ودايما بتابع معاهم، وهم الحقيقه بيتقبلوا اي حاجه بصدر رحب وناس ممتازين الحقيقه. يعني هم اي حاجه بيتقبلوا منك ان انت تتصل تقول لهم انا بس انا عايز اعمل كذا او في حاجه حصلت في العربيه، الموضوع ده عندهم عادي. لا وبياخدوا الامور يعني بدون اي مقابل، والحقيقه ناس ممتازين يعني. انا برشحهم لاي حد ممكن يحب يركب حمايه على عربيته، والحقيقه ناس ممتازين فعلا. تمام. وعندهم دقه في المواعيد، يعني حضرتك انت ممكن تسيب العربيه وترجعي في وقت معين، هتستلم العربيه بالشكل اللي انت عايزاه. في خدمه ممتازه قوي 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 عندهم. يعني افهم من حضرتك ان التجربه كانت كويسه، صح كده؟ لا ممتازة الحقيقة للأمانة يعني. طيب أشكرك يا فندم على المداخلة الجميلة دي. من الحاجات اللي أنا بحب اللي أنا أعملها في البرنامج بتاعي المداخلات التليفونية، لأن أي عميل مش هتطلب منه إن هو يعمل مداخلة ويشوف التجربة معاه غير لما يكون فعلا مؤمن بالشغل بتاعه وعارف إن أنتوا عملتوا حاجة كويسة. لكن إن لو عملتوا حاجة مش كويسة أو زعلت العميل، استحالة يرفع سماعة التليفون وهيتكلم عن شغلكم. تمام. باشمهندس، كنت عايزة أعرف من حضرتك، أنتوا بتقولوا أنتوا بتشتغلوا بإيديكم، عرفني إزاي بتشتغلوا بإيديكم؟ يعني الفيلم الحماية دوت بتطلعوا بيركب إزاي؟ بنفك الأول العربية، بتبقى جهزة تلميع ونص. اتفضل. العربية كده جهزناها، بتبقى جهاز التلميع، تمام؟ واتغسلت، ببدأ أفك في العربية، أفك وكر وجرايد، تمام؟ وأبدأ أفصل العربية.
ابدا اقص العربيه فيلم الحمايه، ابدا اقص العربيه كل قطعه لوحدها. تمام. بعد كده ابدا اركب فيها. اركب فيها كل جزء لوحده، كل جزء بركبه لوحده. تمام. بس هو فيلم الحمايه عايز برضو اني انا اكون عارفه ايدي شغاله في المجال ده. مش هجيب حد بقى واقول له تعالى ركب معايا، مش هيعرف يعمل. عايز اعرف انتوا اتدربتوا ازاي على الموضوع دوت، مع انه زي ما قلت لحضرتك ان هو دخل مصر من فتره قليله، قدرتوا ازاي انتوا تطلعوه مثلا من العلبه بتاعته وتركبه وتقصه؟ يعني ما هو الواحد بياخد على حق مع الممارسه، بيكون مع الممارسه طبعا بيكون الواحد اتعلم عليها واحده واحده. يعني برضو بس اكيد في مشاكل وقعتوا فيها في البدايه. كان في حاجات مثلا بتبوظ، حاجات في حاجات بتبوظ وفي حاجات بتتعمل، بس حتى لو في حاجه باظت بنعملها عندنا احنا المسؤولين عن العربيه. مفيش حد مسؤول عنها غيرنا احنا. يعني انتوا يعني العربيه واقفه عندنا مسؤوله عندنا احنا. حاجه باظت ولا اي حاجه طبعا احنا العربيه زيرو، كل حاجه بتكون يعني بنعملها في مكان عندنا بتعملوها. لكن مفيش حاجه طلعتوا اوردر بره عملتوا مش موجود؟ لا لا ما نطلعش. لكن المكان عندنا كبير وبياخد وغير كده وكده الخامات والماتيريال عندكم يعني موجوده كلها اكيد. طيب عايزه اعرف من حضرتك ايه اللي بيميزكم عن غيركم؟ اللي بيميزنا عن غيرنا في ناس كتيره والله عملت الخدمه بره، وفي جت فكت الخامه جت عملت عن بره، وجت عملت عندنا وفكت الخامه عندنا وعمل التاني، لانه الخدمه نفسها الخامه مش كويسه اللي ماخدها ودافع مبلغ كبير. واحنا مبلغنا يعني كويس ومقبول وكل حاجه، وفوق كده الخدمه والخامه والكواليتي نفسه ممتاز جدا. تمام تمام. يعني اعرف من حضراتكم ان انتم مش موضوع واخدين الموضوع سبوبه اكتر من لا احنا واخدين الحاجه. حتى عربيات العملاء زي عربياتنا، بنحس العربيه العميل لما بيجيبها عندنا كانها العربيه بتاعتنا بالظبط. واخدين الموضوع حب ومصداقيه بالظبط. طيب عايزه اعرف من حضرتك في مستويات لحمايه السيارات؟ في مستويات زي ايه كده؟ اتفضل قول. مستويات لحمايه يعني في طبقه اولى، في طبقه ثانيه، ولا هي الطبقات هي قصدك على تركيب الفيلم نفسه؟ تركيب في نوعين قول لهم لي كده حضرتك. تي بي اتش وتي بي يو. التي بي اتش ده بيبقى ضمانه 3 سنين ل5 سنين. والتي بي يو بيبقى ضمانه من 7 سنين ل10 سنين. تمام تمام. التي بي اتش التي بي يو المرونه بتاعته اعلى والسيلف هيلينج بتاعه اعلى. تمام. التي بي اتش بندي عليه ضمان من 3 ل5 عشان عليه طبقه نانو وفي سيلف هيلينج. طيب عايزاكم برضو تتكلموا عن فريق العمل بتاع حضراتكم. اكيد انتوا اخترتوا فريق العمل بناء على الخبره والمصداقيه. ولازم يكون فاهمين دماغ بعض عشان تقدروا تعملوا حاجه كويس. ازاي اخترت فريق العمل بتاعك؟ بنختار فريق العمل طبعا بنشوفهم، بنعمل عليهم بيعمل تجربه قدام عينينا على العربيه، بيشوف الحاجه قدام عينينا بالمواد بالخامات بالتجهيز بالفنش بالغسيل بالكامل العربيه. بيسلمنا العربيه طبعا، في فني تاني بيستلم العربيه منه بيسلمها بعد كده لتجهيز افلام حمايه او نانو سيراميك. تمام. يعني بمعنى اصح ان انتوا الواجهه بتاعتكم اللي هي فريق العمل بتقدروا ان انتوا تظبطوا كل حاجه معاهم وبتقعدوا احنا هنعمل كذا وكذا وكذا. تمام. احنا معانا على الشاشه صور، يا ريت تعقبونا عليها. ده كده واحنا بنركب فيلم الحمايه. احنا بنبدا نركب فيلم الحمايه على الكبوت كده. تمام. وده برضو نفس النظام. الجزء اللي هناك ده راكب والجزء ده لسه بفرده. والباب نفس النظام بركب. دي انت ماسك تقريبا حاجه في ايدك ده اللي انت بتساوي في الحاجه صح؟ بركب بيها. عدة تركيب يعني مخصصه للبي بي اف. هو كده بعد ده تلميع بقى. ده تلميع. يعني هو في ماده بعد ما بتتركب بتحطوا عليها ماده ان هو عشان تديها لمعان؟ لا التلميع دوت بتاع العربيه قبل ما نشتغل. بتكون العربيه مستعمله، جايه لنا العربيه مستعمله طبعا بنجهزها. عشان نبدا في النانو سيراميك. يعني بتعملوا لها الاول زي تلميع كده الاول، وبعد كده بتروح حاطين عليها الفيلم الحمايه. بالظبط. احنا طبعا الخامات اللي موجوده عندنا ميجوايرز بولي توب سونيكس، ده اللي موجود عندنا الخامات الايطالي الالماني الامريكي.
ده اللي موجود عندنا. دي افضل الخامات اللي موجوده، دي افضل الخامات اللي موجوده في السوق، ده الحمايه للسيارات. طيب كلمني بقى على الغش اللي بيحصل في شغلكم، انا عايز اعرف ايه زي ايه كده. والله لو نتكلم في الغش، الغش كتير موجود، في الخامات المضروبه، في الخامات الصيني اللي في السوق، في الخامات اللي بيعطوها الناس اللي بيشتغلوا وبيقولوا لهم الضمان 10 سنين وهي الخامه نفسها 5 سنين او 3 سنين التي بي اتش. ف طيب احنا معانا شركات كتير. تليفونيه استاذ احمد. الو صباح الخير. صباح النور يا باشمهندس، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك الحمد لله. النهارده معانا نيكست ليفل، كنا جايبينها نظرا للشغل اللي هم عملوه على السوشيال ميديا وسمع، فقررنا النهارده استضافه المركز نيكست ليفل. كنت عايزه حضرتك اعرف التجربه معاك. الحقيقه انا اشتريت عربيه من سنتين بالظبط. ففي التوكيل، في التوكيل نفسه نصحوني ان هو ان انا اروح للنكست ليفل، ان انا اعملهم. تمام. ان انا اعمل البروتكشن، الفيلم بروتكشن العربيه كلها عندهم. تمام. رحت له عملت الفيلم الامريكي اللي كان عنده. ونصحني نصيحه، طبعا نصايح اللي هو انت ازاي تحافظ عليه والكلام ده. الحقيقه انا ما اتبعتش النصايح كلها. نتيجه ان انا مثلا بغسل العربيه، يعني انت عارف ساعات بتغسل في اماكن ما فيهاش الفوط المظبوطه لغسيل العربيات. ما فيهاش المواد بتاعه الغسيل العربيات. فشويه شويه بدات الايه الفيلم الحمايه نفسه يتجرح. فبدا يعني بدا شكله يتغير. فبدور على الفاتوره على اساس ان انا ارجع لمحمد المركز عشان في ضمان. تمام. رجعت لمحمد المركز من غير فاتوره ومن غير ضمان اللي معايا. تمام. هو طبعا عارف العربيه دي عربيته، هو اللي عملها. اكيد عارف شغله. عارف شغله. لان انا عاملها من سنتين، فاكيد يعني عمل مليون عربيه بعد. بس اول ما رحت له عرفني طبعا وعرف العربيه. وبالرغم من ان اللي حصل في الافلام الحمايه بتاعته مش عيب في الافلام، ده عيب استخدام مني انا من الناس اللي بتغسل العربيه. تمام. غير لي كبوت العربيه، سقف العربيه وشنطه العربيه على الضمان، والحاجات الباقيه اللي انا كنت انا بقى حاجات اللي هي الخبطات، الخبطات اللي في العربيه دي انا غيرتها، لان الفيلم اوريدي كان متقطع من كتر الخبطات العربيه. اكيد طبعا. التجريح والكلام ده. فالحقيقه انا يعني مش بس ان هم ناس محترمه، موضوع فيلم الحمايه ده حضرتك مش متخيله قد ايه هو مهم جدا 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 للعربيه. يعني بالنسبة لي بالذات في شوارعنا في مصر، ان انا ادفع فلوس في فيلم حماية اهم بالنسبة لي من ان انا ادفع تأمين للعربية. طبعا. انا وصلت لكده يعني. أيوة. ان انا فلوس التأمين اللي بدفعها كل سنة دي، لا ده انا لو كل سنتين ثلاثة هغير فيلم الحماية العربية كلها، انه يحمي العربية فعلا. انا العربية اتخبطت عندي متجرحة من كل حتة، مسامير. لما شلنا الفيلم بقى الحماية وشفنا العربيه، العربيه كانت جديده. تمام. العربيه جديده تماما. وطبعا عمل لي زي ما قلت لحضرتك، عمل لي من غير لا فاتوره ومن غير لا ضمان، عمل لي الكلام ده كله، السقف والكبوت والشنطه على حسابه. طب ده حلو كتير قوي، مفيش حد في الزمن ده اصلا بيعمل كده. انا بقول لحضرتك معيش فاتوره. انا معيش فاتوره اصلا. فاللي هو يعني لو يعني انا رايح وعارف ان هو يعني اكيد يعني مش هينفع. الحقيقه لوحده عمل كده، فهم ناس مش محترمه. لا الناس بصراحه مش موجودين يعني اكيد اكيد مش موجودين اليومين دول في مصر تقريبا يعني. أكيد. او من النوادر، خلينا نقول مش موجودين يعني، ناس نادره يعني. اكيد. وطبعا يعني يا ريت والله لو يوريكوا الصور الشغل حاجه يعني. ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك يا فندم، اشكرك يا فندم على المداخله الجميله دي. طيب احنا معانا فيديوهات بس الكنترول يجهزها عشان نعرضها. الاستاذ بيقول ان انتوا مش في مصر اصلا، يعني ان انتوا تعملوا حاجه زي كده من غير ما في شهاده ضمان ولا اي حاجه. بس هو كان ماخد شهاده ضمان بس ضاعت من عنده. ضاعت من عنده. فاحنا عارفين العربيات طبعا كلها متسجله عندنا بالنمر العربيه بالعربيات طبعا. الاشخاص كل الموجودين على الموبايل متخزرين فما بننساش اي عميل دخل عندنا طبعا موجود مكانه في اي وقت. تمام. احنا معانا فيديو، يا ريت حضرتك تعقب عليه. تمام. ده تجهيز طبعا العربيه التلميع، التجهيز للنانو سيراميك. تمام.
طبعاً. ايه النانو سيراميك ده؟ النانو سيراميك ماده سائله شفافه بيتحط على دهان العربيه، بيحافظ عليها من التكليح، من البهتان، من فضلات الطيور، من زلط الطريق الناعم، الخدوش الخفيفه. فزي ما حضرتك شايفه كده بيركب دلوقتي النانو سيراميك، بيركب برضو على الجنوط، على الازاز بالكامل العربيه من الخارج. هو النانو ده غير افلام حمايه السيارات. طيب انهي الافضل واللي يستحمل؟ لا اللي بيتحمل طبعا افضل الافلام الحمايه. الافلام الحمايه. طيب هو النانو دوت برضو ماده حضرتك بتحطها على ماده سائله شفافه. طيب هو دلوقتي لما مثلا مع مرور الوقت النانو ده ممكن يطلع بالطلاء بتاع ال؟ لا عمره ما يطلع بالطلاء. اللي بيبوظ الطلاء اللي فيه المواد المضروبه في السوق. معانا الفيديو الثاني اللي هو افلام الحمايه. تركيب افلام الحمايه ده احنا كده بنركب في الفيلم. لما نبدا نقعد كل قطعه لوحدها بقى ونبدا نقص ونقفل جوه. تمام. النص كده نبدا النص ونقفل في العربيه، كل العربيه بتبقى فوانيس مفكوكه ومرايات اوكر. بيقعد قد ايه بقى حضرتك في العربيه سواء انتوا هتركبوا حاجه نانو او افلام، بتقعدوا قد ايه فيها وقت؟ الفيلم الحمايه بيقعد 48 ساعه. بتقعدوا يومين فيها؟ تقعدوا تركبوا، ممكن تشيلوا وتقطعوا تاني وتحطوا؟ لا هو بيركب مره واحده بس لغايه ما احنا بنركبه مايه وجونز، لغايه ما المايه بتنشف بياخد وقت. والعربيه بتتفك كلها، بتبقى اوكرها مفكوكه ومراياتها وحاجات لغايه ما نجمع. يعني بتفكوا كل حاجه؟ كل حاجه في العربيه. عشان تقدروا اللي انتوا تدخلوا نبايه العربيه اللي يشوفها كانها مش معمول، كان العربيه زي ما هي كده، ما فيش حاجه، مش راكب عليها حاجه. مش راكب عليها حاجه او بتدي بقى نفس اللمعه ده اللكس لام دوت بتاع العربيه ده، كان عربيه داخله فيه. احنا الوقت بنشيله تمام وهنركب له واحد تاني، هو اللكس لام ما حصلوش اي حاجه. او الوقت احنا بنشيل الفانوس اتكسر على العربيه، هو فاكر كان الفانوس في التوكيل. وفيلم اللكس لام زي ما هو. طيب هو مسافه ما بيطلع بقى الفيلم الحمايه ده ما بيتركبش تاني؟ لا خلاص دي خلاص صح كده. لكن ما ينفعش ان هو مثلا يتشال ويتحط. لا هو كده هو عامل زي الاستريتش يعني. حاسه ان الفيلم الحمايه ده طبعا جيلاتينيه. جيلاتينيه لما تيجي الخبطه بيتحمل بيرد بيرجع تاني. هو ده عندكم في المركز صح كده؟ ايه اكتر عربيه جات لكم وقلتوا استحاله ان هيتركب عليها فيلم حمايه من ان هي في عربيه في عربيات في مصر حاليا احنا حرام نركب على العربيه. ليه؟ لانه لما بنيجي بيشيلها العميل بيطلع بالبويه بالورنيش نفسه. طب ازاي؟ ده عيب مصنع البويه. التقفيل المصري اللي هي العربيات الصيني، العربيه البي واي دي، العربيات الصيني فيها في منها التقفيل المصري بيكون الورنيش بتاعه خفيف بيلزق بيطلع بالورنيش نفسه. فاحنا لما بيجي العميل عندنا بننصحه بننصحه برضه بالافضل انه يركب بدل من افلام الحمايه النانو سيراميك. انما يعني ممكن يركب على الفوانيس، انما الصاج دهان بيكون خفيف، السكنس بتاعه بيكون خفيف. يعني كمان بتفرق في الطلاء بتاع السياره ينفع ولا لا؟ ايوه بالظبط. لان في اللي هي الصيني دوت بتبقى طلاء خفيف، طلاء خفيف. اول ما بتحط تطلع بالظبط هتبوظ العربيه. تمام. قدرتوا تعرفوا بقى الخامات اللي موجوده في السوق ايه المضروب منها ما تاخدوهوش وايه الكويس؟ ولا لسه لحد دلوقتي برضو في خامات بتنزل ما بتعرفوش اذا كانت مضروبه ولا لا؟ لا ما احنا بنجيب الخامه بتاعتنا من مكان معروف. خلاص. ما بنجيبش من واحد تاني من مكان تاني. ما بتجربوش؟ لا خلاص. لا مفيش تجارب خلاص، احنا شغالين مع شركات خلاص، احنا شغالين معاها. ما ينفعش نجرب حاجه تاني بره. ما تعرفش انت تروح مكان تاني يقول لك انا نفس الماده بس ارخص. تعالى والكلام ده كله. لا عشان ما يحصلش مشكله بعد كده وتعمل لنا احنا مشكله. تمام. ايه اكتر حاجه مشكله في بدايه شغلكم وقعتوا فيها؟ اكتر مشكله اكتر مشكله كنا بنواجهها اكتر المشكله بنواجهها اللي هي كانت العميل نفسه عشان يجي العربيات المستعمله ازاي يرجع عربيته انها ترجع زيرو تاني. تمام. ترجع زيرو تاني مشكلة دي اكتر مشكله. اكتر العملاء والله بيقول لك احنا بنشيل الخدوش، الخدوش اللي هي زي البهتان من الدوار من الفوط الزفره. طبعا بينظفوا البوابين بيغسل العربيه من فوط الزفره، فالعربيه بتتجرح كلها، الدوائر بتعمل زي البهتان واللون مع الفتره الطويله مع الفتره مع الشمس العربيه بتكون لونها بهتان. اكيد. فاحنا بنرجع العربيه ثانيه بتتلمع. اكيد. طيب في نهايه الفقره تحب تشكر مين؟
احنا بنحب نشكر العمرة كل اللي عندنا طبعا، بنشكرهم ان هم اللي وثقوا فينا وعملوا العربيات وبيجيبوا برضو اصدقائهم وقرايبهم وكل الناس، فاحنا والله بنشكر كل العمل اللي عملوا عندنا. و انا بشكرك كمان وبتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق. مش مهندس تحب تشكر في مين في نهاية الفقرة؟ بشكر كله برضو كل العمل اللي ثقوا فينا وبيسيبوا لنا العربيات من غير ما ياخدوا اي اثبات ان هم سايبين عربية عندنا. تمام، احنا كمان بنشكركم وبنتمنى لكم مزيد من النجاح والتفوق، وان شاء الله نسمع عن المركز بتاعكم مزيد من النجاح والتفوق ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، استنونا فقره جديده خالص في اسرار الحياه.